احلى سفيان، احلى سفيان الغزال. انا با ديالي ها هي قصيبه هما وصلوا الحمد لله على السلامه ديالو. شكرا بزاف اخاي سفيان، الله يرحم والديك. اش نقول لك اخاي ديالي، معاك حتى شي حاجه ما مستحيله اخاي ديالي. هاي هاي كنتمنى صفوان يكون فرحان اخي. انا با سفيان الامانه وصلات خير على خير، احنا مونطينا ولله الحمد، كل شيء مزيان. داك الشيء كاليتي تبارك الله. شكرا بزاف يا خويا اخويا سفيان. وهنا طوندون الشاريو، يلا الله يعاونك اخويا سفيان. السلام خا سفيان، صافا بخير على الامانه اخويا وصلات. شكرا بزاف والله يرحم لك الوالدين، نعاودوها ان شاء الله مره اخرى وتهلا فراسك. السلام عليكم خويا سفيان، كي داير؟ بخير صحيحه مزيان، عواشر مباركه. تمنيت ان شاء الله انت والاخوان وكافه المشاهدين. بغيت نقول لك اخويا سفيان قصيبه هي وصلات سايكو اكات 450، قصيبه مليحه نقيه ناضيه، ما عندي ما نقول، ثمن جد ملائم. انا ماشي غادي نشهروك وغنديروا هاد الفيديوهات غنشهروك به مولا، لا حاشا. السلعه هي اللي كدوي، كل بياسه وكدوي على راسها. سلعة مزيانة نقية ما عندي ما نقول، الديسكريبسيون ديالها هي هادي ناضية كيما قلتي لي، راه هي هادي قصيبة خفيفة مليحة ما عندي ما نقول. وفرصة سعيدة ان شاء الله، شي كوموند اخرى ان شاء الله من كازا ان شاء الله نشحطو بها ان شاء الله ونردو لك الخبار. المهم قصيبة راه في المستوى ما عندي ما نقول، وجزاك الله خير. يلا تسلمت غير اليوم وجزاك الله ألف خير. شكرا 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 جزيلا والى اللقاء ان شاء الله. السلام عليكم السي سفيان، تبارك الله عليك، كيداير الامان؟ كلشي بخير الحمد لله. هيا الامانه ديالك وصلت، امان كلشي مزيان الحمد لله، الله يكثر خيرك بارك الله فيك. هنا راه مرتجا، هنا هو الكبرى، هنا هو جديد، الله يرحم الوالدين. شكرا وشكرا تاع المزاح، ها هو تا هو وصل. الله يكثر خيرك، شكرا بزاف السي سفيان، يلاه مرة أخرى إن شاء الله. أخويا سفيان تحياتي، الأمانة هي وصلات، هاهي أخويا في المصيد، هاهي كتشوف فيه. أخي سفيان الله يعطيك الصحة، هادشي زوين أخويا تبارك الله، الله يحفظك أخي سفيان. اخي سفيان الله يحفظك، شكرا، المرة الجاية ان شاء الله صلى لي فاس. السلام عليكم. السلام عليكم خي سفيان، كيف سينك الحبيب ديالي؟ بخير مزيان كلشي بخير، الوالدين الاخوان كلشي مزيان، عشرك مبروك با سفيان. وشكرا بزاف با سفيان، الله يرحم الوالدين ديالك على الصغيرة خاوة، واخا ما كناش حنايا باينين لان كان با خالد هو اللي باين، هو اللي تكلف بالمهمة وهاديك. كنشكرك اخاي سفيان، الحمد لله الصخيرة ديالنا هي كاملة، هانتينا كتشوف كيفاش طلعو زعما كشي عمارة خاي، التعميرة طلعت حمقى، كو ام جي شي حاجة لغاية، هذا اواشيما شي حاجة واعرة. ونتمنى نشوفك في اقرب وقت اخاي سفيان، وشكرا بزاف اخا، السلعة ديالك وصلتنا والحمد لله، شكرا بزاف. السلام عليكم با سفيان، على الامانه هي وصلت في امان الله وحفظه. مشيت خديتها اخويا من الساتيان، تبارك الله عليك اخويا، والله يجازك بخير. شكرا اخويا، شكرا، راك درتي لها واحد لومبالاج وخطيه من الطياره ما وقع عليه والو، شكرا جزيلا اخويا. ها الامانه هي ما فيهاش ولا خدشه، الله يفتح لك. شكرا شكرا جزيلا اخويا سفيان، الله يرحم لك والدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عيدكم مبارك خي سفيان، تبارك الله عليك الحبيب،
كيف راك اخي؟ مزيان بخير. كلشي هو هذاك. انا اخي السلعه ديالك هي توصلت ان شاء الله ديال البارح، وكنشكرك على المعامله ديالك اخي، لا ماديا ولا معنويا. الحمد لله، الله يجازيك بخير اخي. وهذه ماشي المره الاولى اللي تعاملنا معك، والحمد لله كنشكرك بزاف على المعامله. وبدون مجامل، بدون مجامل، هذا اخي كيشاهدوا فيه بزاف ديال الناس، ماشي انا، ماشي انا بوحدي كنقول. هاي السلعه البارح اخي سفيان، عطاك الله الصحه وشكرا اخي. ها هي باقي دابا عاد كنسكسفو عليها ونعمرو الشعره. هذه الماكينه ديك النهار كيتسمى حنا تعاملنا مع السيد وكيتسمى قلنا شي جبرناه معقول، والمره الاولى والثانيه والثالثه كنا في المعامله الاوليه غادي نحدو. ها هو اخي، ها هو زعما الثمن مناسب. الله يرحم والديك، وحنا سقسينا في مواطع اخرين وسقسينا وسقسينا، وبحكم التجربه في ميدان الصيد كنعرفوا شنو كاين وقصاب اللي عندنا وعند الناس. الله يجازيك بخير اخي، زعما في متناول الجامعه اخي. ها انا اخي، ها باقي ما ودوش الحاسي. ها هو، ها هو الصاك ديالك حتى هو باقي جديد مسكين، باقي ما زارش البحر مع هذا الحجر الصحي. ان شاء الله ترخف علينا ويرفع علينا ربي هذا الوباء والبلاء ان شاء الله. وكنشكروك بزاف اخي سفيان. الماكينه ها هي باقا كتعمر على حساب الشعر البارح، ها هي اللي صارتي لي انا خدام فيه، وهو السلعه البارح، وهذه المره اخرى وهذيك اللي قبل من على ثلاثه المرات. والحمد لله، الله يرحم والديك، كنقولوها في وجهك وفي طهرك وفي الغايب ديالك وشهاده الجامع، ماشي كنجاملوك. الله يرحم والديك وشكرا بزاف. ها انا اخي، انا خايفين فين، انا باقي كنبريباري المسائل ديالي وكنعمر الشعره اللي جبتي لي البارح. انا كنعمرها في المواكن الاولى، ورا الثانيه فين هي كتعمر. والله ولي التوفيق اخاي، ان شاء الله يرفع علينا الوباء، نمشيو للبحر نصيدو ان شاء الله ونزولوا الغمه. وشكرا بزاف، وتحياتي لجميع الرؤساء جميع انحاء العالم ماشي غير المغرب. الله يرحم والديك. ها هي اخاي سفيان، وتحيه خاصه اخاي، الله يرحم الوالدين، وجزاكم الله خيرا. كنشكروك بزاف اخاي على المعامله ديالك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.